مرحبا مرحبا بكافة مستمعينا عبر أمواج الجوهرة أسامة. اليوم يعني الاحتجاجات أخذت منحى آخر، يعني الاحتجاجات التي كانت توصلت في المدة الفارطة في العديد من الأيام، كان العديد من عمالة الحظائر يحتجون على عدم خلاص في رواتبهم في شهر أجواء، كانت يعني كانت جاءتهم تطمينات من قبل السلطة الجوية تحديدا من والي الجهة حول أن يتم خلاصهم يعني اليوم، لكن اليوم تجمعوا أمام مقر الولاية. أيضا انضموا لهم العديد من الفلاحين الذين كانوا تضرروا من نزول البرد في اليومين الأخيرين. سريعا ما تحولت يعني الوقفة الاحتجاجية إلى صدام ومواجهات مع الأمن، أين يعني رشقوا مقر الولاية بالحجارة، وكان رد فعل أعوان الأمن يعني القنابل المسيلة للدموع. يعني أجواء متشنجة ومتعكرة هنا في سيدي بوزيد، تجمعات كبيرة للأهالي والمواطنين يعني متفرقين حاليا على طول الطريق الرئيسية أمام مقر منطقة الشرطة الحرس أمام مقر الولاية. قبل قليل تقريبا منذ 10 دقائق تحولت مجموعة تضم المئات من الأهالي تحولوا إلى مقر حركة النهضة المتواجد في وسط المدينة، أين قاموا بخلع الباب الرئيسي للعمارة التي يتواجد بها هذا المقر قبل أن يتحولوا يعني يصعدوا للمحل ويقوموا بإتلاف جميع محتوياته. أيضا قاموا بنزع العلامة الإشهارية لمقر حركة النهضة، يعني العلامة الكبيرة في الموجودة على في واجهة يعني العمارة. إلى حد الآن الأجواء ما زالت هنا متشنجة في سيدي بوزيد، تقريبا عدد كبير إلى حد الآن متواجد بالطريق الرئيسي من الأهالي. أيضا قاموا بحراق العجلة المطاطية، وكان يعني رد فعل أعوان الأمن كان بيطلق الرصاص في الفضاء، وأيضا القنابل المسيلة للدموع. أكيد باش تكون عندنا لقاءات موجودة باش نتبعوا الأخبار وكل جديد، أو نحاولوا نمروا في وقته.